عوشة، عايز أسألك سؤال. تعرف ايه هو المارون جلاسي؟ لا طب فاكر البتاع بيقول يا حتة مارون جلاسية ايه؟ حتة مارون جلاسي والقلب شوكولاتة. غلط، والحشو شوكولاتة. بجد والله؟ والله العظيم بالظبط كده، هو بيقول يا حتة مارون جلاسي والحشو شوكولاتة. طب ايه بقى المارون جلاسيه؟ النهارده وانا في السوبر ماركت ماشي، وفجأة لقيت علبة مكتوب عليها ايه؟ مارون جلاسيه. انا عايز اقول لكم ان انا دي هتبقى اول مرة اشوفها واول مرة ادوقها. وانت دقت قبل كده المارون جلاسيه؟ ما لا، انا اصلا عمري ما شفته، شكله عامل ازاي؟ ما احنا هنشوفه دلوقتي بقى مع بعض. اهو مكتوب من فوق جلاسيه باليوناني، ومن تحت مكتوب ايه؟ مارون جلاسيه. ده شكل العلبة، وهي ده الشكل. فتعالوا بقى نفتحها ونشوف بقى من جوه عامله ازاي. واضح ان هي محتاجه تتفتح من الجنب برضه. هو في ايه كل ده؟ بس انا خايفين عليها دلوقتي. ايه ده؟ بصوا، هي كل واحده بتبقى محشيه بالمنظر ده. هي فيها العلبه فيها كتير بصراحه، معرفش فيها قد ايه، بس هو ده عامه شكل ايه بتاعها. تعالوا بقى نفتحها بقى ونشوف شكلها كده عامل ازاي. شكل العبوه من جوه بقى عامله ازاي؟ لسه متكيسه تاني من هنا. في ايه؟ ايه ده بقى؟ هو المفروض هو ده المارون جلاسي. ادوقها؟ اكيد دوقها يعني. دوقها. عبارة عن ايه بقى؟ متهيألي عارف ابو فرو لما يبقى معمول حلو، اللي هو كانه حلويات ابو فروة. هو كده افتكرته كراميل. مفيهوش كراميل؟ ده احساسي. ممكن انت ما تدوق تقول لي برضو. اقول لك احساسي انا. هدوق انا كمان. ادي اهو شكل العلبة، هما دول جوه. ده اهو بيبقى شكلها كده اهو. هنفتحها مع بعض. اوكي اهي اهو. هو فعلا شكلها شبه بتاع شبه ابو فروه. ما انا متهيألي ابو فروه عاملينه زي حلويات. طب ايه اللي جاب مارون جلاسيه لابو فروه؟ تحس ان مش فاهم. صح؟ هو صدق فعلا ابو فروه بس مسكر قوي. ايوه، معمول معمول حلو حلو. زي مثلا الرز ممكن تعمله مثلا مع بص الاكل العادي، ممكن تعمله رز بلبن حلويات مثلا. بصوا اهو ده شكله من جوه. بس فكره ان هو لذيذ. طعم صح. انا شايف حلو. انا عجبتني، مش حاسسها مش مسكره اللي هو بتقفل. لا خفيفه لذيذه خفيفه. برافو. كل ما تروح السوبر ماركت يجيب لنا حاجه غريبه. كل ما الاقي حاجه غريبه هبقى اجيبها نجربها. والفكره في حاجه بس غريبه، هو مش البتاع بيقول يا حته مارون جلاسيه، فهي دي حته تمام، والحشو شوكولاته. طب ازاي هي دي مش محشيه شوكولاته؟ هتلاقي بقى زمان ده كان في مصر منها كان نقول محشي شوكولاته عادي. ما انت ممكن تحشيها. ازاي احشيها يا عم؟ لا بص اهي، يعني ازاي تحشيها؟ سيفان شبه ابو فروه، هتقورها عسل كده، هتقورها وتحشيها. ممكن كانت بتتغطى بالشوكولاته، او مثلا تتغطى بالشوكولاته، يعني مش تبقى مش شوكولاته. قصة انت بره الكادر اهي. بس طعمها حلو قوي. ما عجبتني. انا ما اعرفش بقى لو هي لسه، بس اكيد هي كانت موجوده في مصر من مارون جلاسيه، وكان اللي هو الاغنيه دي او المسرحيه او فؤاد المهندس لما قالها كانت في مصر، فاكيد كانت في مصر. فانا قصدي مارون جلاسيه مثلا كان بياكلوه، كان بيتباع فين مثلا؟ في جروبي. المشكله ان ماما بتاعت الذكريات نايمه. انا ما اعرفش، انا اول مره في حياتي بصراحه ادوق واشوف عشان ما افتيش يعني. وانا اكيد برضو يعني بيتباع في مصر في حتت معينه يعني، بس ممكن مش مالوف يعني. اللي عايزه تدوقي المارون جلاسيه تعالي. ايه ده انت بقى طالعه لك اتنين؟ مش مشكلة، ادوقي كده.
حلو. لا انا عايز تعملي ريفيو. بندوق الاول. ها حلو. طعمه ايه؟ حلو لذيذ. لذيذ؟ ماشي هاتي بوسه. ماما انت وانت صغيره كنت بتاكلي مارون جلاسيه صح؟ اه كان عباره عن ايه؟ انا فاكره المارون جلاسيه كان اي حاجه اي حاجه جلاسيه. جلاسيه يعني فيه غلاسو، في السكر اللي من بره ده اللي هو المسكر، زي مش في جاتو سواريج، في جلاسو جلاسيه من فوق. جلاسيه كان حاجه سقعت، هو قصدهم على السكر الساقع اللي هو بالغلاف من بره. مارون جلاسيه هنا اللي هو ابو فروه جلاسيه. يعني مش هو ده عليك. مش هو ده مارون جلاسيه اللي انت كنت بتاكليه وانت صغيره؟ ما كنت بتاكليش فيه كده؟ هو وانا صغيره والله ما كانش فيه في باكت، كان سايب يعني. اوكي ممكن اشوف. بصي لا ما كانش كده، وانا اللي فاكر هو ده المرنج. طب دوقيه. طب شوفي ممكن يكون نفس الطعم، مش كده اسمه مرنج جلاسيه؟ نفس الطعم؟ مش فاكر طعمه انا، بس يعني مش هو. ايه ده يا خساره، مش هو صح؟ بس هو هنا فعلا طلع مكتوب باليوناني كاستانو جلاسي. كاستانو جلاسي يعني يعني ابو فروه. ابو فروه بالجلاس ده، حتى هنا ما فيهوش جلاس من فوق يعني. كمان مش هو ده المارونج يعني، يعني ما فيش جلاسو، ما فيش. شايفين الطبقه دي؟ يعني اتضحك علينا. مش ضحكك، اي حاجه فيها جلاسو اسمها جلاسي. طب هو المارون يعني جلاسي زمان بلح. مارون جلاسي زمان كان عامل ازاي؟ عارف البلح؟ مش في في بلح باللوز وبيبقى متغطي، او بلح ساده بيبقى متغطي بالشوكولا المسكر. ممكن نقول ده جلاسي. يعني طيب المارون جلاسي زمان كان عامل ازاي؟ عباره عن ايه؟ زي فونتان كده صغنن. وجواه؟ ده انا فاكراه ايه؟ وجواه ايه؟ شوكولا. عشان كده كان اسمه مارون جلاسي والحشو الشوكولاتة. او مثلا كان في اسمه ده زي من جوه اخضر مثلا، ومن فوق جلاسي شوكولا كده فراوله، ومن فوق جلاسي شوكولا كده. شكرا. دلوقتي كان بيضحكوا علينا بيقولوا لنا هو ده المارون جلاسي، بس هو كان كده. لا بس واضح فعلا ان ده انا مكتوب كاستانو جلاسي، انا بوفارو جلاسي. اصلا لقيت مكتوب مارون جلاسي فعشان كده قلت هو ده، بس واضح ان هم مش هو ده بتاع زمان للاسف. هو المسمى. فللاسف احنا مش عارفين طعم بتاع زمان. ان شاء الله لو لقيناه نبقى نجربه. عند الحلواني.